بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تقول السائلة: تريد صيام الاثنين والخميس تطوعا، لكن زوجها يرفض، وعليها أيضا قضاء أشهر من رمضان حيث لم تكن تصم رمضان في بداية بلوغها، فما الحكم؟ أما القضاء فيجب عليها القضاء، وليس لزوجها حق أن يمنعها من القضاء، وإذا أراد أن يمنعها من القضاء فإنها لا تطيعه بل تقضي ما عليها. أما صوم التطوع فإنها لا تصوم إلا برضا زوجها، فإذا منعها من صوم التطوع فإنها تمتنع